السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام وين ما كنتم، أسعد الله صباحكم ونرحب بكم معنا إلى عدد جديد من حصتكم. صباح الخير يا جزائر التي تأتيكم اليوم من محطة وهران. إذن كل أوفياء قناة التلفزيون الجزائري على القناة الأولى والقناة السادسة سنكون معكم بإذن الله من الآن إلى غاية العاشرة صباحا ببرنامج متنوع ومختلف ومواضيع كذلك متنوعة إن شاء الله. فقط نتمناو أنكم تقضي وقت ممتع معنا وفي هذه الجمعة المباركة. نسأل الله يا اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب، أرزق مشاهدينا وأحبتنا رزقا كالأمطار يا الله، واجمعهم بكل من يحبون وهون عليهم كل صعب، واجعل أيامهم عيدا ويومهم سعيدا وعمرهم مديدا، واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم أبعد كل حزن وشقاء ويسر الأمور بنور وضياء، آمين يا رب. فلا مولى لنا سوى الله. إذن صباح الحب لكل الأشياء الجميلة حولنا ولتلك الأماكن التي ضحكنا بها كثيرا ولأكواب القهوة وللقلوب التي تحمل البياضة في روحها. إذن حكمة اليوم مشاهدينا الكرام أعجبتني، قد قالها الإعلامي مصطفى الآغا: العفو والمسامحة فعل الأقوياء وليس فعل الضعفاء، فلأنك قوي أنت قادر أنت على تجاوز الإساءة. يقول الدكتور ماجد عبد الله: ولقد عفوت عن المسيء لأنني بالرغم من عمق الأسى لا أحقد، لكن أيام الوداد قد انتهت فينا وبعض الود لا يتجدد. نعم نعفو ولكن لن نعود كالسابق، فبعض المياه قد تعود إلى مجاريها ولكنها لن تكون صالحة للشرب. إذا قدر نفسك واعطها حقها، وكذلك أعطي حقك لجسمك لطاقة إيجابية كلها أمل وتفاؤل. هذا ما سنتعرف عليه مع زميلتي سارة عبد الصديق.
وكذلك زميلتي سارة، أكيد هي عادات إيجابية لا حبذا لو كان كل واحد فينا يتقيد بها. يعني على بالي أنها شوية صعيبة، ولكن يعني بالممارسة يوميا فالإنسان يعود يولي صباحية. يلا نوضوا صبية صباح، على بالي أنه يوم الجمعة اليوم هو يوم استراحة للكثير منكم، ولكن معليش احنا يعني نستمتع ونفرح كثير لما تكون نسبة المشاهدة كبيرة وتكونوا راضيين علينا وعلى الكل البرامج اللي رانا نقدموها لكم. يلا راح نبقاو دائما في من الصحة، صحة الجسم والنفس، راح نبقاو دائما في نفس المنوال والى الطب. وين سعيدة جدا باش يكون حاضر معي الدكتور باسل نوف المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي. شكرا، صباح النور، صباح الخير لكل المشاهدين والمشاهدات، نهاركم مبروك ان شاء الله، ونتمنى دائما نكون تكون الفائدة في هذا المرور الكريم بإذن الله على الله. يعطيك الصحة دكتور، نعتذر على بان اليوم وقيل يوم استراحة ثاني كذلك بالنسبة لك. عادي، نحن في خدمة الجميع. شكرا دكتور. العفو. إذا قبل ما نبداو، لأنه موضوعنا اليوم مشاهدينا الكرام سيكون حول المناعة وكيفاش نقدروا نكتسبوا مناعة جيدة وقوية، ولكن قبل الحديث عن المناعة كما عودناكم دائما لازم نروحوا ونديروا التفاتة ودورة كما نقولوا حنايا في وهران، ما أحوال المصابين بفيروس كورونا؟ هل ارتفعت؟ هل هبطت؟ ولا مدينة وهران سارة إن شاء الله. مدينة وهران للأسف، ماذا بي نعطي أخبار سارة، ولكن للأسف مدينة وهران تسجل الأيام الأخيرة تسجل ارتفاع في عدد الإصابات مقارنة بالولايات الأخرى. البارحة مثلا 62 إصابة، أعلى نسبة في على مستوى ولاية الوطن. المشكل أنه الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة في المدن الكبرى، مش غير مدينة وهران، المدن الكبرى العاصمة، يعني نشوفوا إذا نشوفوا في الإحصائيات الحالية نشوفوا أنه مدينة العاصمة ومدينة وهران فاقت أعداد الإصابات، فاقت ولاية البليدة اللي كانت المتصدرة. ولاية الصيف أيضا راه الأعداد مرتفعة، قسنطينة، وهذا راجع للولايات الكبرى ويعني والتبادل ما بين الولايات، لأنه كما تعرف أنه وهران تعد من المدن السياحية وقبلة يعني بامتياز للناس كامل تبغي تجي تبحر هنا وتروح للشواطئ، ربما راجع لهذا السبب. احنا نرحبوا بالجميع. هي ممكن الأيام السابقة ما كانش كاين الفتح بين الولايات، ما كانش كاين الزائرين لولاية وهران، كاين هناك شويه هروب، يعني كاين نوع من الهروب على بعض القوانين. كاين نوع من الهروب. احنا في مدينة وهران ولا في جميع المدن ماذا بينا أن الناس تلتزم بالوقاية. احنا نرحبوا بالجميع، ماذا بينا الناس قاعد تكون بخير، ماذا بينا الناس تجي هنا موسم الاصطياف، كاين البحر، كاين الناس تبغي مدينة وهران، يعني معروفة أنه مدينة جميلة، الناس تبغي تجي للزيارة. احنا نرحبوا بالجميع، ولكن نتمنى يعني من الجميع الالتزام بالوقاية، ما فيها والو، الإنسان يحوس والإنسان يتنزه، ولكن مع هذا حفاظا على سلامة الجميع وحفاظا على نقل المرض يعني من ولاية لأخرى، ماذا بين الناس تحافظ على الوقاية، هذا أكثر شيء. معليش يعني يتمتع باليومية ورغم الحمد لله على بالي أنه كثير من الناس راهي سعيدة جدا أنه سيرفع الحجر على كل الأماكن اللي كنتوا توحشتوها، يعني الأماكن العامة مثل المقاهي مثل المطاعم وبعض الشواطئ اللي كانت الناس بزاف تشتكي أنها العطلة تاعها حبست، ولكن احنا ماذا بينا أنه ربما لما الدولة اتخذت هذا القرار كان من أجلكم أنتوما مواطنينا، من أجل يعني باش ما تبقاوش فقط في الحجر المنزلي لكي تستمتع بأحلى الأوقات، فبذلك أنتم ما عليهم فقط أنهم يتقيدوا بشروط الوقايتي، يعني 100% الكمامة تاعك، لوجل تاعك، وتباعد المسافات، حتى ربما في المقاهي لما يكون الجلوس يكون جلوس متباعد. احنا ما نقولش لكم ما تتلاقاوش، تلاقاو بصح تكون هناك مسافة الأمان، كما أنا هنايا في البلاطوهات لن يحدث أي شيء دكتور. أليس أكيد كذلك؟ أكيد مسافة الأمان تلعب دور كبير. حتى أنا كطبيب نشدد بزاف على التباعد الاجتماعي، ما شدتش على لبس الكمامة، وما شدتش يعني على مثلا غسل الأيدي بتكرار حتى الإنسان يصير موسوس. نشدد على التباعد الاجتماعي، لأنه هذا الفيروس ينتقل في 99% عن طريق الاحتكاك بالمصابين. ملامسة الأسطح نادراً جدا، وخاصة كما رأنا فصل الصيف الفيروس خارج الوسط الحي ما يأثرش، وحتى أنه يتأثر بالعوامل الخارجية. الفيروس عادة في خاصة في فصل الصيف
ينتقل عن طريق الاحتكاك بالمصابين. كي نحتكوا بالمصابين راح نجيبوا الفيروس، وهذا مسافة الأمان، هذا التباعد الاجتماعي راح يحمينا من انتقال فيروس من شخص مصاب إلى آخر. إذن تفادي الاكتظاظ وفقط دكتور. أكيد. نعم، إذن من خلال هذه الأيام هذه الأشهر زادت ثقافة الطب عند العديد من المواطنين، وبتصريحات الكثير من الأطباء ومن بعض المقالات منظمة الصحة العالمية أن الفيروس لما تكون مناعة الإنسان قوية ما تصيبوش، وإذا أصابت فلن تفتك به. إذن لو نعرفوا هكذا بالمشاهد الكريم يعني ما هي المناعة وكيفاش باش تكون عندنا مناعة قوية؟ أولا الإنسان ما دام عايش خارج يعني الوسط الحي اللي هو الأجسام تاعنا تعيش العديد من الجراثيم والكائنات المجهرية التي لا نراها بالعين المجردة مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات إلى آخره. هذه الكائنات المجهرية احنا ربي سبحانه كي خلقنا قبل ما نتكلم على المناعة، المناعة كي نقولوا المناعة هي من جاية من منع، يعني تمنع تلك الكائنات المجهرية من دخول أو من التأثير تأثير على جسم الإنسان. ربي خلق لنا حواجز مناعية، هذه الحواجز المناعية تتمثل مثلا في الجلد. احنا كي رانا نقولوا في الوسط الخارجي كاين الكائنات المجهرية، هذه الكائنات المجهرية كي تتلاقى مع الجلد، الجلد هو في حد ذاته يعني وسط وسطح يحمي من دخول الكائنات المجهرية إلى جسم الإنسان. عندنا مثلا الشبكية هذه تاع العين، يعني الغشاء هذا على العين لا كونجونكتيف هذه تحمي. عندنا الأغشية الباطنية مثلا للجهاز الهضمي للجهاز التنفسي، فيها شعيرات، هذه الشعيرات في العين، الحواجب كلها تحمي وتعتبر كحاجز تمنع دخول الكائنات المجهرية. هذو هما الحواجز الأولية. يوجد أيضا حواجز ثانوية تعتبر في الإفرازات، الإفرازات مثلا مثل العرق واللي فيه يكون فيه أنزيمات، مثلا مثل المخاط كي يدخلنا كائن مجهري لا نراه بالعين المجردة، كنقولوا ما فات الحاجز الأول راح يلقى الحاجز الثاني، ميكانيزم دفاعي يدافع على الإنسان من دخول تلك الكائنات. كل إنسان يعطس، كل إنسان يكح، هذه كلها حواجز دفاعية وميكانيزمات دفاعية. في بعض المرات مع كل هذه الحواجز الدفاعية والميكانيزمات الدفاعية يتمكن الكائن المجهري من الدخول إلى الجسم ومن التأثير على الجسم. هنا يدخل الجهاز المناعي. الجهاز المناعي هو عبارة عن أنسجة وخلايا وجزيئات تقوم بحماية الجسم من الكائنات المجهرية. قلنا كي تدخل، كي تتمكن تلك الكائنات المجهرية من الدخول إلى الجسم، كاين المناعة، يعني المناعة الطبيعية تاع الإنسان الإيميونيتي إيني، تتكون من خلايا اللي نعرفوها احنا خلايا الدم البيضاء، الكريات البيضاء. هذه الكريات البيضاء راح تتعرف على الكائن المجهري، خاصة إذا الإنسان جرح مثلا ولا كان هناك حروق، تخلي هذه الكائنات المجهرية تتسلل للدم وتتسلل للأنسجة، كما مثلا الفيروسات اللي تدخلنا عن طريق المجرى التنفسي. هذه كلها راح عندها مستضدات، عندها دي زونتيجين دو سيرفاس. هاد لي زونتيجين دو سيرفاس ربي كي خلق البشر جميعا خلق لكل كائن حي مستضد خاص به. هذا اللي يميزه على الكائنات الاخرى. كي نقولوا احنا البكتيريا والفيروسات عندها مستضدات خاصه، الجسم كي يدخل الكائن المجهري يعرف انه هذاك الكائن المجهري غريب على الجسم، راح يدير استجابه مناعيه عن طريق الخلايا الدم البيضاء اللي قلنا هي المناعه الطبيعيه، وكاين خلايا اخرى الى اخره. تلك المناعه لا يعني تقضي على جميع الكائنات المجهريه بصفة عامة، ليست بصفة خاصة. في بعض الحالات مع تلك المناعة الطبيعية يوجد تسلل أيضا للفيروسات وتأثير للكائنات المجهرية بصفة عامة، وهنا تدخل
المناعة المكتسبة. نعم، هذا ربما من الناحية الطبية للشرح للمشاهد الكريم، ولكن هناك أشياء لازم يتقيد بها الإنسان باش تكون مناعته قوية. حنايا كاميرا محطة وهران كانت حبطت إلى شارع وهران وطرحنا أسئلة مختلفة على المواطن، حنشوفوا هل المواطن دراية باش تكون مناعته قوية ولا لا. كل هذا من توقيع زميلي أبو بكر منصوري، تفضل. يرى الخبراء أنه من الضروري العمل على تقوية جهاز المناعة، والذي يعتبر الدرع الأساسي لمحاربة فيروس كورونا، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، إذ تقدر نسبة الشفاء ب 80% بحسب منظمة الصحة العالمية. خرجنا إلى الشارع لنرى مدى اهتمام المواطنين بمناعتهم الجسدية والنفسية. أنا مقبل كورونا نهتم بالغذاء تاعي، ناكل هالأشياء اللي لك مفيدة. المناعة الإنسان ما تجيش كف في خطرة واحدة، إلا حالة يكون عندها يكون فترة طويلة هو ما ياكل هذه الأشياء اللي تقوي لها المناعة، كما الخبز الشعير وهادو، ماشي في كما نقولوا حنا في شهر ولا يولي ياكلهم تقوي له المناعة، لا، إلا استمرارية منذ زمن طويل وياكلهم باش تكون عندها مناعة قوية. الحالة النفسية بالتأكيد يعني عندها دور كبير، فهي ممكن يعني تكون 50% من مناعة الجسم وقوة الجسم. لازم الإنسان يكون عنده يعني قوة نفسية أنه أنا بقدر قاوم هذا الفيروس وبقدر انتصر عليه. لازم يكون عندنا قوة نفسية. درت الليم طحنته مع القرنفل ميكسيته وقعدت ناكل بالمغرب كي الكونفيتير، ناكل في الليل كي نبغي نرقد والصباح. هذه بالنسبة لربع شهر كنا نديروا الماء والملح، نديروا القرنفل نغلوه، نديروا باغ اكزومبل العرعار الشيح، ناكلوا ماكله صحيه كيما ناكلوا لونتي في الحديد، ناكلوا كيما نقولوا البصل، ناكلوا حاجه اللي فيها الثوم، حاجه اللي تطلع لك المناعه، وكيما نقولوا السكريات حاجه قليله، كيما نقولوا نشربوا الماء بزاف. كي تدخل لازم تنظف يديك، دير البافا تاعك تخرج، كيف التجمعات دير البافا تاعك. ليسونسيال باش تعس روحك، الى كيما نقولوا قبل ما تعس روحك باش كنت راك تخرج برا والاهل تاعك في الدار، اش دير؟ توصل الاهل تجيب كاليوتوس تبخرها في الدار. كاين بزاف صوالح، كاين لي زاسيس بزاف. المناعه تاع الانسان حنا كي كنا دايرين كونفيرمون كنا نديروا الفيتامين سي تشينا، كنا نديروا الليم بالقروفل، كنا ناكلوا الحوت بربيه شويه المناعه، البنادم يقوي المناعه. تنطوي عملية تقوية جهاز المناعة على اتخاذ إجراءات تسعى إلى تهيئة ظروف العيش والبيئة المناسبة لدعم الصحة وتمكين الناس عن اعتماد أنماط متوازنة والحفاظ عليها، ويشمل ذلك اتخاذ طائفة من الإجراءات التي تزيد من حدود عدد أكبر من الناس في التمتع بمحتوى أحسن من المناعة النفسية والجسدية. يعطيك الصحة زميلي أبو بكر صديق على هذا الصبر الآراء ما شاء الله، يعني من خلال الآونة الأخيرة دكتور رانا شفنا أنه المجتمع راه اتجه للطب البديل أستوس غرومير، يعني ولو كل ما كان يديروه جدودنا بكري قبل ما يتطور الطب. فواش رأيك ربما في هذا كل هذه الأساليب تاع الوقاية اللي راه تتاخذ بها يتاخذها المواطن؟ شفت أغلب الناس اللي سألتوهم يركزوا بزاف على جانب التغذية، وهو أكيد أمر مهم. التغذية الصحية تلعب دور كبير. كي نقولوا التغذية الصحية هذا لا يعني ريجيم، كاين ناس تخلط بين التغذية الصحية لاليمونطاسيون سان والريجيم. التغذية الصحية هي أنه الإنسان لازم يأخذ كل المأكولات الغذائية المتنوعة بتنوعها، ولازم يحافظ على ما يسمى الهرم الغذائي. هذا الهرم الغذائي الباز تاعه، يعني القاعدة الأساسية تاعه، هي شرب الماء. نطلعه بالتدريج، كي نقولوا هرم يعني راح تكون قاعدة كبيرة ونطلعه تدريجيا. كاين شرب الماء، كاين أخذ القمح، كل ما هو متعلق بالحبوب والقمح، الذرة، الأرز، القمح. حتى نشوفوا حتى في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، كي جات عندهم هذيك الأزمة قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فدروا في سنبل. يعني القمح يتكون من العديد من المكونات الغذائية الأساسية.
نروحوا مور القمح والحبوب نروحوا للخضر والفواكه. الخضر والفواكه الناس ما تركزش عليهم بزاف، نشوفوا في الغذاء عادة الناس كي تتغدى ما تركزش بزاف على الخضر والفواكه. الناس تبغي كما احنا نقولوا السقاي، تبغي اللحم، تبغي البيض الى اخره. هذا ما راناش نقولوا باللي ماشي ما عندهمش فايده، عندهم فائده اكيد، ولكن لازم يكون تنوع غذائي. وحتى هذه الماكولات يعني اللحم اللي تجي في اقصى الهرم، اللحم والاجبان والحليب، وفي اقصى الهرم تكون كاين سكريات والدهون اللي تكون بنسبه قليله في اليوم، هذه عندها فوائد. ولكن بالنسبه للفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده، المناعه تحتاج كثير للمضادات الاكسده. مضادات الاكسده نجدها كثير في الخضر والفواكه. هذه مضادات الاكسده تلعب دور كبير في لا نوترايزاسيون تاع لي غاديكو ليبر تاع الجذور الحره اللي تكون في الخلايا. هذه الجذور الحره بالمطول لو كانت تكون بنسبه كبيره راح تاثر على الخلايا وراح تؤدي الى تلف وموت الخلايا، وهو ما يؤدي ايضا الى الاجهاد التاكسدي ويؤدي الى التعرض للالتهابات والفيروسات والامراض والشيخوخه وتاثر الجهاز المناعي. اكيد. اذا هذا بما يخص المناعه اكتسابها من ناحيه التغذيه. يعني بما انه راح يكون هناك خلاص يعني خلاص الحجر، راح يكون هناك ناس راح تخرج كامل برا، اكيد لازم تقوي المناعه تاعها. هل يوجد بعض الادويه واللي لازم يتناولها يعني كوم دي فيتامين سي ولا تاع الزنك اللي راهي باش نحميو من الفيروس، نبقاو دائما باش نحميو روحنا من انتشار المرض؟ هي المكملات الغذائيه. نعم. اكيد كاين المكملات الغذائيه لجميع المعادن، كاين لي ملتي فيتامين، كاين الفيتامين سي، فيتامين دي، الزنك. وكي نهضروا على الجهاز المناعي، الجهاز المناعي بالنسبه للفيتامينات والمعادن عندنا من الفيتامينات الاساسيه هي جميع الاغذيه، جميع الاغذيه مهمه، ولكن يعني الفيتامينات الاساسيه المهمه للجهاز المناعي هي الفيتامين سي، الفيتامين دي، الفيتامين ا والفيتامين او. وعندنا بالنسبه للمعادن عندنا الزنك، عندنا الحديد، عندنا المغنيسيوم، عندنا السيلينيوم الى اخره. هذه المعادن والفيتامينات عادة نجدها في المكملات الغذائية، إلا أنه يجب التركيز على أن المكملات الغذائية أخذها بإفراط قد يؤثر على عمل الجهاز المناعي وقد يصبح مضر. يعني كنا نقول هذا الإجهاد التأكسدي مضر بالخلايا ومضر بالصحة ومضر بالمناعة، الإفراط في أخذ المكملات الغذائية يؤثر. وأنا كطبيب صراحة كطبيب وقاية نفضل التغذية الصحية، نفضل انه الانسان يلتزم بالتغذيه الصحيه. التغذيه الصحيه ما راهاش تمنع الانسان انه ياكل جميع الماكولات، ولكن يعرف كي يوازن، يعرف شا ياكل، يعرف وين تاكل. هذا هو النظام الغذائي الصحي، يلتزم بشروط النظافه الى اخره. هذه بالنسبه للفيتامينات والمعادن الاساسيه. والمناعه النفسيه لو كان هكا نقول بقات لنا 4 دقائق هكا، لو هي مهمه جدا المناعه النفسيه. من فضلك. يوجد عادات اخرى. نعم. منها يعني النفسيه لازمها تكون مليحه. القلق يؤثر على العمل الهرموني والعمل العصبي. هذا العمل الهرموني والعمل العصبي راح يؤثر بطريقه مباشره وغير مباشره على عمل الجهاز المناعي. يعني القلق يزيد في يرفع معدلات الكورتيزول، الكورتيزول هو بحد ذاته مضاد للالتهاب، يعني طبيعي ان كورتيكويد ناتورال اللي غادي ينقص من عمل الجهاز المناعي وراح عنده اثار جانبيه على ضغط الدم وعلى عمل الهرمونات الى اخره. عندنا القلق لازم الانسان يتفادى القلق. لازم يتفاداك، تسمع شكري، لازم تتفادى القلق. راك عزيز علينا. حنا كي نقولوا الناس كي نقولوا القلق ما لازمش الانسان يخلط بين القلق والخوف والهلع الى اخره. القلق هو امر عادي، الخوف امر عادي يصيب الانسان، انه كاين فيروس كاين مرض انا نخاف هذا عادي، ولكن الخوف هذا كيخليني نستعد. اما اني نقعد متقلق وما ندير والو هذا لا يفيد. صح. نقعد هالع ونوسوس هذا لا يفيد، هذا راح ياثر على الصحه النفسيه. حنا كي نشدوا على الوقايه ماذا بينا الناس كي تلتزم بالوقايه، هذيك الالتزام بالوقايه يعطي نوع من الارتياح للشخص. جميل. يوجد ايضا عادات اخرى، ممارسه الرياضه راح تاثر ايضا على عمل الجهاز العصبي والجهاز الهرموني، وشناها في الفي تي ار الاول. تعرض لاشعه الشمس، يعني تساهم في يعني لا سنتيز تاع الفيتامين يعني مليحه خلاص يروح في الشواطئ. قلنا الرياضه، قلنا الراحه، النوم. نوم بشكل جيد. صح. يعني الساعه البيولوجيه تؤثر ايضا على العمل العصبي والهرموني. كاين ناس ما راهاش تسهر الليالي وما ترقدش في الوقت المحدد وما تحترمش الساعه البيولوجيه، هذه راح تاثر. هذه كلها تاثر
على الجسم وتأثر على المناعة. قواعد ربما ما راحش على بالي، خاصة النوم وهذه ما راحش ياخذوها بعين الاعتبار عفوا، لأنه الصيف والناس تحب تسهر وتحب تخرج. فلذلك إذن دكتور، والله هذا ربما موضوع المناعة هو يعني موضوع كبير ويليق له ربما أجزاء وأجزاء، راح نبقاو إن شاء الله في الحصة القادمة ربما راح نتطرقوا إليه. ككلمة في الأخير للناس، هذه اللي سيطلق سراحها يوم السبت بشكل في الأخير، واش نقدر نقول لهم فقط من فضلك؟ هي باش نقول لك يطلق سراحها، كان مطلق سراحها من قبل. ولكن هذه الخطرة بشيء يعني من قبل من تحت لتحت، هذه الخطرة على العالم يعني. هذه الخطرة على العالم. احنا نشدوا دائما على الوقاية. نعم. كما قلنا في السابق، ناس تعيش حياتها عادي، تخدم عادي، تتنزع عادي. رانا في الصيف خاصة الطلبة راهم مقبلين على الدراسة، كاين ناس راح كانت خارج العمل راح ترجع للعمل، راح اكيد راح يستغلوا هذه الايام اللي باقيه، غادي يستغلوها في التنزه وفي الذهاب الى البحر وفي التحواس الى اخره. يحوسوا يروحوا للبحر. الناس اللي تروح للمساجد خاصه كبار السن، وكبار السن راهم عرضه، لازم يتفاداو، لازم يديروا التباعد الاجتماعي. ما راناش نمنعوا الناس تصلي، احنا ماذا بينا كاع نصلوا، ماذا بينا نرجعوا للمساجد تاعنا، ولكن الوقاية، الوقاية صح. ثم الوقاية. صح، يعطيك الصحة دكتور. شكرا. شكرا، ويومك مبارك. وكما سبقت وأنك تحدثت عن المساجد، إذن الحمد لله رفع الحجر وستفتح على بعض المساجد الكبيرة هنا في وهران، وستسمع تكبيرات المصلين مرة أخرى. وكما قلت ننتظر هذا بفارغ الصبر، ولكن من فضلكم لازم الإنسان يتقيد بكل الشروط. إذن الكثير من المساجد كانت اتخذت بعض التدابير الوقاية هكذا باش يستقبلوا المصلين بكل راحة. ورقة في الموضوع لزميلي أبو بكر منصوري، تفضل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مسجد الأمير عبد القادر الذي يتسع لخمسة آلاف مصل يستعد لاستقبال ضيوفه عقب قرار فتح المساجد تدريجيا، وهذا من الخامس عشر أوت بإذن الله تعالى. نحن هذه الأيام مع البشرى السارة، وأي بشرى؟ بشرى فتح المساجد. الأمة رواد المساجد، ضيوف الرحمن الذين فارقوا المساجد أكثر من خمسة أشهر هما مشتاقين لبيت الله عز وجل، يأتي اليوم هذا القرار الذي يبعث في الأنفس البهجة والفرحة لتعود الأمة إلى بيوت الله بعدما كان دعاؤهم في كل صلاة بعد كل أذان: اللهم ردنا إلى بيوتك ردا جميلا. بعد الغلق الذي فرضته الجائحة زهاء خمسة أشهر كاملة، كان المؤذن يدعو الناس فيها إلى الصلاة في بيوتهم أو رحالهم. المشهد اختلف الآن وسط احترام إجراءات السلامة الصحية الموصى بها داخل المساجد. أردت أن أوجه رسالة لعمار المساجد أن الإنسان لما يأتي إلى المسجد فيه تدابير. من التدابير التي لابد أن تتخذ هو أن يأتي الإنسان بكمامته إلى بيت الله، ويأتي بالسجاد إلى المسجد. أيضا لما يجي للجامع غادي يصيب ناس تنظم، ناس توجهه. من الأمور المتخذة هو مقياس الحراري، أن الإنسان يعني يمر عند المتطوع عند عون الأمن أمام المسجد، يعني تنقاس الحرارة نتاعه. إذا كانت حرارة مقبولة يتفضل المسجد، أما إذا كانت الحرارة نتاعه يعني غير عادية يعني يوجه ويسرح بالتي هي أحسن. أيضا من التدابير المتخذة كما ترون اليوم هو التباعد، لأن اليوم هذا الوباء من دوائه هو التباعد الجسدي، التباعد الاجتماعي، وهذا من السنة. أيضا الإنسان لما يأتي إلى المسجد بعد صلاته مباشرة يتوجه إلى بيته. رسالة الأباءنا لقلوبهم متعلقة بالمساجد، لأن الكبار أغلبهم قلوبهم متعلقة ببيت الله يحافظون على الصلاة. اليوم نحن في وباء، نحن في جائحة، نقول اللي فيهم أمراض مزمنة، أباءنا الكبار أبقى في البيت وانت مأجور. مدبينا يبقى المسجد هو نموذج الانضباط، نموذج النظام. احنا مدبنا بيوت ربي ما تكونش فيها حالات إصابة، ما تتزايش فيها الأعداد، بالعكس بيوت ربي هي اللي مكان الدعاء، نتضرع فيه الله عز وجل أن يرفع الغمة عن الأمة وأن يعجلنا بالفرج القريب حتى نعود إلى صلاة الجمعة، حتى نعود كما كنا من قبل.
أسألك ربي أن تعجل بالفرج، أنت ولي ذلك ربي والقادر عليه. أمين يا رب العالمين. مشكور زميلي أبو بكر على هذا الموضوع، ومشكورين كل الهيئات وكل المنظمات من المجتمع المدني، من يعني عمال المساجد على وقوفهم من أجل يعني توفير الراحة للمواطن واستقبالهم اللي راح يكون يوم غد بإذن الله تعالى. يا رب ترفع كل الأيادي من أجل أن يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء، وربي يشفي كل مرضانا، الكل متواجدين في المستشفيات وراهم يشاهدوا فينا من خلال قناة التلفزيون الجزائري. قل لهم قلوبنا معكم، إن شاء الله ما هي غير أيام، وترجعوا لدياركم سالمين غانمين. اللي ماتوا نترحموا عليهم، وكل الأطقم الطبية اللي كذلك راهي في الدوام نايضة ما رقدتش، نقول لهم ربي يعينكم ويجزاكم الله خيرا. يلا مازال متواصلين دايما معكم مباشرة من وهران مع برنامجكم صباح الخير يا جزائر، وسنذهب وإياكم شلف حاضرة معنا في هذه الصبيحة من خلال الأستاذ خرشي إسحاق، هو دكتور في الاقتصاد. صباحك مبارك. صباح النور، شكرا على الاستضافة، وتحية لكل مشاهدي تلفزيون العمومي الجزائري. حقا سعداء أنك يعني لبيت الدعوة رغم أنه المسافة بعيدة عن وهران، إلا أنك أبيت باش تكون حاضر معنا، يعطيك الصحة ومرحبا بك. كيف أحوال شلف؟ كيف أحوال ربما هذه الظروف المشحونة اللي رانا عايشينها في ولايتكم؟ نعم، ظروف الحمد لله، نحمد الله على كل شيء بخير، ولكن كما تفضل الطبيب في السابق يجب الالتزام بإجراءات الوقاية حتى يعني نتفادى هذا الفيروس ان شاء الله، خاصه انكم معروفين انتم بشواطئ تنس. الله يبارك للغنيه عن التعريف بالجبال تاعها وطبيعتها الخلابه اللي راح تعرف اقبال كبير للمصطافين. مع شارط ساحلي 120 كيلومتر. الله يبارك، الله يبارك، ان شاء الله يا ربي يحفظ شلف ويحفظ كل بلادنا العزيزه. اذا كما سبق اخواني قلت لكم مشاهدينا الكرام، الاستاذ خرشي خاص في الاقتصاد. اذا دكتور، بما انه هذا من خلال الايام القادمه ان شاء الله راح نعرف دخول ورجوع طلبة الجامعيين وكل واحد في الاختصاص تاعه، وبعد ركود ربما دام 5 أشهر أو أكثر، إلا أنتم سيادتكم فكرتوا في فتح قناة في اليوتيوب خاصة بتقديم محاضرات لطلبة الاقتصاد، كيف جاتكم الفكرة؟ أولا في البداية بودي أن أهنئ وأبارك للتلفزيون العمومي الجزائري على إنشائه للقناة السابعة، وهي قناة المعرفة، ونحن كأساتذة سعداء جدا وفخورين بهذا الإنجاز، وإن شاء الله تكون هذه القناة جسر تواصل بين الطالب والأستاذ، ويمكنك المشاركة بكل محاضرات في القناة بإذن الله في المستقبل إن شاء الله. ففكرة إنشاء هذه القناة كانت بسبب التوقف عن الدراسة، فكما نعلم أنه بعدما اجتاح وباء كورونا العالم أغلقت المدارس والجامعات أبوابها، وكنا مضطرين إلى توجه نحو عملية التعلم عن بعد. فدعما لقرارات الوزارة الأخيرة والخاصة بعملية التعلم عن بعد التي هي مكملة في الظروف العادية، وكانت تصبح ضرورية في ظروف استثنائية مثل الظروف التي نعيشها. فبالإضافة إلى المنصة البيداغوجية التي وضعتها وزارة التعليم العالي، يعني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت منصة بيداغوجية يقوم من خلالها الأستاذ بوضع الدروس ومحاضرات في شكل ملفات وورد بي دي اف إلى غير ذلك، ولكن رأينا بأن بعض الأساتذة يواجهون صعوبة في كيفية تحميل الدروس على هذا الموقع، لأنه نوعا ما معقد هذا الموقع. في نفس الوقت الطلبة يواجهون صعوبة في كيفية تحميل هذه الدروس، فاتجهنا إلى موقع بسيط جدا يعرفه الجميع، وتصل من خلاله الرسالة، لأنك لما تقرأ في كتاب مش نفس الأمر لما تتواصل مع أستاذ، لأن ما يسمى بالبادي لانجويج أو لغة الجسد مهمة. فاتجهنا نحو اليوتيوب وهي معروفة وبسيطة جدا، قمنا بإنشاء قناة تعليمية تحفيزية للطلبة حتى نبقي دائما العلاقة قائمة ما بين الأستاذ والطالب، والتي هي علاقة إنسانية قبل أن تكون علاقة مهنية. وبدأنا بوضع محاضرات حول مقياس المقاولاتية لونتربرونوريا، باعتبار أن هذا المقياس كل طلبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير في أي جامعة جزائرية مستوى ماستر يدرسون هذا المقياس. هذا هو السبب الذي تركنا يعني نختار هذا المقياس، لأن الحجم للعدد الطلبة كبير، لذلك فاتجهنا نحو هذا المقياس.
لو سمحتم فقط أستاذ خرشي نروح نوري ونعطي نظرة هكذا تعريفية للمشاهد الكريم. كنا أخذنا نموذج من نماذج بعض محاضراتك في اليوتيوب وجبنا بعض هذه المقاطع. تفضل شوفوها. What's up guys, today we are going to talk about people you will meet at university. Let's go. Freshman. Freshman means معناه طالب السنة الأولى. ليدخل جديد للجامعة يسمى ب freshman. Sophomore. ما نقولو sophomore. Sophomore. Sophomore هو طالب السنة الثانية. طالب السنة الثالثة يسمى junior. طالب السنة الثالثة يسمى junior. ثم السنة الرابعة أو السنة الأولى ماستر يسمى senior. Senior student. أنت طالب ماستر 1 ولا سنة رابعة. ثم طالب السنة الثانية ماستر ولا الذي يكون على وشك التخرج يسمى ب grad student أو master student. ثم بعد ذلك يأتي طالب الدكتوراه PhD student. PhD student أو doctorate student. بعد ذلك يأتي من professor. هو الأستاذ. ما نقولوش teacher معناش في السيام دي بريمير ليسي. يعني نقول professor معناه الأستاذ. بعد ذلك لدينا head department. Head department ولا chief department اللي هو رئيس القسم. ثم لدينا عميد الكلية. The dean of faculty أو dean بمعنى عميد الكلية. إذن كانت هذه بعض لقطات من محاضراتك اللي راك تقوم بها عبر قناة اليوتيوب. لنحييك حقا لأنه كاين بعد كل الدروس التعريفية عبر الإلكترونيا البريمير سويام في الليسي ولكن في الجامعة قلال. وانت كانت جرأة منك ربما دكتور خرشي انك تدخل هذا المجال. اذا كيفاش كانت رد فعل الطلبه؟ ربما هل هناك متابعه كثيره من خلال طلبه خاصه الجزائريين؟ نعم، ما رايناه الان هو كان خاص بتعليم الانجليزيه الاكاديميه. نعم. لانه في عهد الوزير السابق شيتور الوزاره اكدت ايضا على دعم او عمليات تعليم اللغات الانجليزيه. نعم. لانه كما نعرف انه 95% من الابحاث العالميه منشوره باللغه الانجليزيه. أكيد. بالتالي لما نقرا بالعربيه او باللغات الاخرى فنحن نقرا فقط في 5%. يعني مجال بحث ضيق جدا. لذلك فاتجهنا نحو تعليم اللغه الانجليزيه الاكاديميه، يعني الانجليزيه التي تستخدم في الجامعه، طلبه مع بعضهم البعض، طلبه مع الاداره، طلبه مع الاساتذه. بالنسبه لتفاعل الطلبه، تفاعل كان يعني رائع جدا. لماذا؟ لانه عدد قليل جدا من الاساتذه الجامعيين على غرار الاساتذه في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، فيه عدد كبير من القنوات، ولكن ونيفو يونيفرسيتار يعني على مستوى الجامعه عدد قليل جدا من القنوات التعليميه، فيه قنوات ولكن عدد قليل جدا، وبالتالي الطلبه يعني شعروا بذلك يعني التواصل ما بين الاستاذ والطالب، وفيه يعني تفاعل في القناه من خلال دائما فيه مطالبه بعناوين جديدة. قال الأستاذ عملنا فيديو حول موضوع معين، حول صعوبات نواجهها، حول مشاكل قد تواجهنا مستقبلا. ربما لأنه مثل هذه المحاضرات يعني لفهم بعض المصطلحات الإنجليزية اقتصاديا لأن اللي راهي تتبدل كل عام عبر العالم كاينين في الدول الأخرى، ولكن ما راح يكون هناك تواصل ما بين الطالب وهو يشاهد في تلك المحاضرة، ولكن لما يكون ربما أنت دكتور هنا من الجزائر راح يكون عنده تواصل مباشر، يرسلوا لك يسألك على أمور كثيرة. جميل هذا العلاقة ما بين تخلق ما بين الأستاذ الجامعي وبين الطالب نتاعو. صحيح جدا. لذلك نحن اتجهنا في القناة إلى مواكبة التغيرات الموجودة الآن. الدولة الجزائرية من ناحية اقتصادية تسير نحو خطة الإنعاش الاقتصادي واجتماعي، إشراك متعاملين اقتصاديين، إشراك شركاء اجتماعيين، تنصيب لجنة تحليل الحماية لأجل تقييم آثار فيروس كورونا حول الاقتصاد الجزائري. فرأينا بأنه من المهم جدا أن نقدم ترجمة لهذه المفاهيم الجديدة حتى نتواصل مع الخارج. يعني لو يتواصل معك أستاذ من الخارج قال كيف هي الأمور في مجال الاقتصاد، فيمكن أن نستخدم هذه المصطلحات. لو يتواصل مع حضراتك مثلا مراسل من البي بي سي أو من قناة أو صحفي آخر،
يعني نستطيع توفير هذه المصطلحات حتى نوسع مجال البحث وايضا التعريف بمسار النمو الاقتصاد الجزائري. اذا لو كنا نعاود نولوا نتحدثوا عن قناه اليوتيوب، شحال من محاضره لحد الان راها قايم بها الاستاذ اسحاق؟ فيه 32 فيديو في مده شهرين ونصف. فيه 10 فيديوهات حول محاضرات حول المقابلاتيه، والاخرى خاصه بتعليم اللغه الانجليزيه الاكاديميه والانجليزيه التي تستخدم يعني في عمليات في الجانب الاقتصادي. نعم. جميل. واذا بالاضافه ربما لهذا 32 فيديو ماهوش بالشيء الهين، وكذلك نسبه المشاهده اللي شفتها عبر القناه تاعك اليوتيوب الله يبارك، يعني تجاوزت 3 كيلوهات لما نقولوا احنا. يعني هو هذا هو المشكل، القنوات التعليميه الاقبال عليها قليل مقارنه بالقنوات في مجال الفن او الموسيقى. نعم. أو يعني الواحد لما يدخل يوتيوب يدخل بيرفع على نفسه، وبالتالي فيه مشكل تفاعل، وهذا هو اللي يعني يعطيك يعني حافز او انك يعني تاخذ وقت طويل من اجل اعداد فيديو قادم، بالاضافه الى بعض الصعوبات التقنيه. صح. في مجال المونتاج. نعم. وتقنية الصوت لان اول مره اول تجربه، ولكن هي محاوله حتى نحرر بعض الاساتذه الاخرين على تقديم مثل هذه امور هذه، ويعني يعني ما يصبحوش يخافوا من رده فعل زملاء، من رده فعل المجتمع، من رده فعل الطلبه، حتى يتحرى الاستاذ الجامعي، لان يعني الاستاذ لا يكون جامعي الا اذا كان اجتماعي. نعم اكيد دكتور. حسنا، راح نمر بالاضافه الى المحاضرات اللي راك تقوم بها من ناحيه ترجمه بعض المصطلحات الانجليزيه، رانا نشوف كذلك تمد بعض المحاضرات التحفيزيه لبعض الشباب سواء كانوا طلبه يعني مقبلين على الدراسه تاعهم، واللي عندهم ربما مشاريع مستقبليه، خصوصا ان على بالنا أنه الآن مستقبل أي أمة هو الاقتصاد لازم. نعم. وفي جانبين في هذا الإطار، الجانب الأول متعلق بمثلا طلبة الدكتوراه. نعم. هي الدكتوراه من المفروض تكون في 3 سنوات، لكن فيه من هو في التسجيل الخامس سنة السادسة والسابعة ومازال ما انتهاش من عملية إكمال هذه الأطروحة، فنقدم له نصائح توجيهات كيف يجب العمل، تقسيم العمل، ساعات العمل في اليوم. لما ينتهي من إعداد هذه الأطروحة فيه ما يسمى بعملية نشر مقال علمي، وهو صعب جدا، وطلبة الدكتوراه يعني يعانون في الخفاء من هذا المشكل، فنقدم لهم توجيهات يعني كيف يمكن النشر، كيف تختار المجلة، بعض الأسرار حول عملية نشر إلى غير ذلك. الجانب الثاني وهو متعلق بالاقتصاد، وكما نعرف أن معظم الاقتصاديات الدول الناجحة قائمة على أساس المقاولاتية. فنحن قدمنا دروس نظرية عسى أن قد يستفيد منها بعض الطلبة حاملي المشاريع من أجل إنجاز مشاريعهم، لأن أصل كل مشروع هو فكرة، ونحن نقدم مجموعة أفكار، ولكن ما نود قوله في هذا الإطار هو أنه الذي يريد إنشاء مشروع مقاولاتي لا يجب أن يبقى يفكر بنصف الذهنية، مثلا هو موظف ما لازمش يبقى بذهنية موظف وهو حبيد المشروع مقاولاتي. صح. المقاول الناجح لديه روح المبادرة، لا يخاف من المجهول، يغامر، وإلا لو كان الأمر سهل لكان كل الأشخاص كل الأفراد مقاولين. فأول شيء يعني نقطة الانطلاقة في إنشاء أي مشروع مقاولتي هو كسر حاجز الخوف، ما نبقاوش بعقلية موظف، ما نبقاوش بعقلية عامل بسيط، يجب يعني الواحد لازم يعرف بنفسه، مثلا شخص يريد إنشاء مشروع مقاولتي وكان في مؤتمر أو ملتقى أو غير ذلك، بالإنجليزية يقول لك هاند شيك بزنس كارد، معناتها عرف بنفسك، لا يوجد من يعرف بك أو يسوق لك أفضل من نفسك. صح. فلازم الواحد يتحرر ويخرج من العقلية اللي خلاته شخص عادي وشخص بسيط، ويتجه نحو المشاريع المقاولاتية. فيه سؤال يقول لك أنت وش راك تضع المقاولاتية؟ أنت لما درت مشروع أفضل تهدر أنها مقاولاتية، إذا ما تقدرش، لأنه يعني في القانون ما تقدرش لما تكون موظف عند الدولة ما يسمح لك، لا يكون باستطاعتك. ولكن الخبرة تاعك أكيد راح تسمح لك أنك تعتمد نصائح لهذا الطلبة، خصوصا أنه على حسب علمي أنك راك تزور بعض الدول وراك تدرس كل ربما كل الأشياء الجديدة اللي راهي تخرج من خلال الاقتصاد المتواجد في العالم. دكتور، يعني لا توجد ربما
هناك ربما في المستقبل إمكانية خاصة وأن الطلبة راهم داخلين وستناقش بعض المفكرات يعني وتكون هناك تخرجات للعديد من الطلبة في مجال الاقتصاد بما أنه هذا مجالكم ماكش تفكروا أنه تدرسوها إلكترونيا وتكون على المباشر عفوا من خلال قناة اليوتيوب هكذا لكي تعم الفائدة للجميع وتكون هناك كثير من يعني الرسالات الجامعية المذكورة وتكون كمساعدة للطالب للعام الجاي ولا لمقبل الاقتصاد. وفي الآن اتجاه على مستوى الكلي معناه على مستوى الدولة، الدولة كلها الآن متجهة نحو رقمنة الإدارة. نعم. وعلى المستوى القطاعي اللي هو التعليم العالي في اتجاه نحو الاعتماد على التعليم عن بعد، لأنه الآن أصبحنا في اختبار حقيقي لما واجهنا هذه الأزمة. فحتى الإكمال هذا السداسي الثاني المتبقي سوف يكون إلكترونيا، يعني على المواقع الإلكترونية، والذي يريد أن يدعم هذه المبادرات فالمجال مفتوح خاصة الآن. والدولة الجزائرية أيضا واكبت هذا التغير من خلال إنشاء القناة السابعة قناة المعرفة. جميل، يعني صح كما سبق وأن ذكرت قناة المعرفة ستكون يعني إضافة كبيرة لكل باحثي المعرفة سواء كانوا صغار ولا كبار ولكل الدكاترة، إن شاء الله نتمنوها كل التوفيق، وهذا لن يحدث إلا بمثقفيها مثلكم دكتور. إذن ربما إن صح القول إلى ما يطمح دكتور إسحاق يعني في المستقبل في مجال الاقتصاد، طموحاتك الآن إنشاء قناة يوتيوب اللي راح بإذن الله راح تعرف رواج كبير حتى خارج البلاد، لماذا؟ هذا شيء جميل جدا أنه لما تكون عندنا طاقات شبانية مثل هذه تسوق فقط الشيء الإيجابي من الجزائر، ولكن طموحاتك للمستقبل إلى ما يطمح دكتور إسحاق بعد قناة اليوتيوب؟ نعم، هو السبب الرئيسي لإنشاء هذه القناة من أجل مساعدة الطلبة على إكمال دراسة، هذا هو الميتي برينسيبال، يعني الحرفة الأساسية على أساسها أنشأنا القناة. الآن بدينا نتجه نحو تخصصنا وهو الاقتصاد، وأصبحنا نحاول يعني مستقبلا سوف نحاول تقديم تحليلات في مجال الاقتصاد، اقتراحات الخروج من الأزمات خاصة بعد الآثار الاقتصادية المترتبة، اقتصاد الجزائري من جراء تراجع أسعار المحروقات، خطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، ما هي جوانب القوة جوانب الضعف في هذه الخطة، كيف يمكن أن نرسم خارطة طريق لبعض القطاعات، قطاع الطاقة، قطاع الصناعة، قطاع المناجم، قطاع الصناعة الصيدلانية إلى غير ذلك. فالاتجاه بدأ يروح نحو نوعا ما نحو الجانب الاقتصادي، نحاول تقديم تحليلات اقتراحات عسى أن ننفع يعني بلدنا الحبيب. يعني وفي نظركم الطالب الجزائري راه عنده طاقة لمنافسة الاقتصاد في العالم سواء كان الطالب أو المتخرج المتخصص في هذا المجال؟ هو الطالب الجزائري يتأثر لما يشوف أستاذ يقوم بمثل هذه المبادرات يصبح يفكر بنفس الطريقة، لأنه أفضل طريقة يعني تفرض بها نفسك على الطرف الآخر هو لما تقدم مبادرة، تقدم شيء جديد، لأنه الأفراد عندهم ميول نحو التقليد. صح. وبالتالي الأثر سوف يكون كبير. صح. مستوى الطالب إن شاء الله فيه تحسينات، فيه مثلا في مجال المقاولاتية هو مقياس جديد تم إنشاؤه، والآن على مستوى كل جامعة جزائرية فيما يسمى بدار المقاولاتية. هذه دار المقاولاتية تحاول أن تقرب الطالب من عالم الشغل، يعني تسهل عمل الطالب لما يريد إنشاء مشروع مع لونساج لونجام إلى غير ذلك من الوكالات الدعم والمرافقة. حقا دكتور خرشي عفوا سعدت جدا بهذا اللقاء وهذا الحديث الشيق في مجال الاقتصاد، إن شاء الله نتمنوا كل الطلبة تاعنا يكونوا استفادوا من كل هذه التدخلات اللي راك تمد فيها. في الأخير دكتور خرشي، واش تقدر تقول للطلبة ولي من أجل اقتصاد راقي ومتطور في بلادنا إن شاء الله؟ بالنسبة للطلبة أتمنى التوفيق للجميع، خاصة طلبة الأقسام النهائية بيام باك وطلبتي في الجامعة وكل طلبة الجزائريين في المجال الاقتصادي. أعتقد بأن الجزائر تسير نحو أحسن، وفيه إرادة سياسية قوية من طرف الدولة الجزائرية نحو بناء اقتصاد قوي إن شاء الله. يا ربي يا دكتور يعطيك صحة، شرفتني بحضورك وللقاءات أخرى بحول الله تعالى في قناة المعرفة، وأكيد الأستاذة نجية خاثير راهي في المتابعة، وسيكون لك حظا في المشاركة في هذه القناة بحول الله تعالى إن شاء الله. شكرا، يعطيك صحة، حظ موفق، وسلمنا لآل شلف. إيه بالله إن شاء الله، شكرا، بوريك تا أستاذ، شكرا. أما إحنا مشاهدينا
الكرام، مازلنا متواصلين معكم ومع برامجنا. يلا من الاقتصاد سنأخذكم، خاصة أنه هو يوم جمعة ويوم مبارك، نخليكم تستمتعوا بأحلى وصلات إنشادية من فرقة الرحاب اللي راهي حاضرة معنا في هذه الصبيحة. تفضل. سواك يا الله وسدد خطانا يا الله، آمين يا رب. شكرا جزيلا لفرقة الرحاب اللي أمتعتنا في هذا الصبيحة لأحلى وصلات إنشادية، ولا راح إن شاء الله نستقبلوهم في آخر بلاتو معنا هنا في برنامج صباح الخير يا جزائر. أما الآن سنطير من شلف، سنذهب بعيدا قليلا إلى خميس مليانة. سعيدة جدا بهذا التبادل الثقافي الجميل الذي متواجد معنا في هذه الصبيحة، وأسعد أن أستضيف كل من الأستاذ تاج الدين صحراوي. صباح الخير. صباح الخير، مرحبا على الاستضافة. يعطيك الصحة. وكذلك سعيدة أن أستضيف الأستاذ مصطفى العجالي. صباح الخير ومبارك. وبارك الله فيكم على الاستضافة، ونحمل لكم إليكم
تحيات سكان مدينة خميس مليانة وولاية عين ضفلع على العموم. بارك الله فيكم. إذن شرفتموني بحضوركم من خلال جمعية مشعل خميس مليانة، وتحية لرئيس الجمعية معموش رئيس كذلك، ما غلطتش فيه. نعم اللي راه متواجد في خميس مليانة ما قدرش يجي، ولكن البركة اللي راكم حاضرين معنا أستاذ. إذن أستاذ صحراوي، أكيد اللي الناس تعشق الرياضة وكرة السلة أو لاعب دولي مش عارفة يعقلوا عليك ولا لا أستاذ صحراوي؟ ما كاين الرياضيين يعقلوا عليا. كنت لاعب دولي سابق ولعبت في وداد بوفاريك لمدة 15 سنة، يعني مشواري الرياضي معروف عند الرياضيين ما شاء الله. يعني طولك غني عن التعريف، تبارك الله عليك. كم كرة دخلت إلى السلة في حياتك هكا، شحال من هدف سجلت في كرة السلة؟ ما نقدرش نقول لك، بزاف، كثير آلاف. يدل على أنك كنت لاعب محترف. يعطيك الصحة. الله يسلمك. إذن جمعية مشعل خميس مليانة، أستاذ العجلي، بما أنكم أنتم راكم أعضاء، هي جمعية سياحية وثقافية وتهتم بكل ما هو صحة، بكل ما هو يتعلق بسكان خميس مليانة. بالجانب الاجتماعي. نعم. خاصة الفكرة هذه اللي جات لتأسيس هذه الجمعية هو أننا أولا أكثرية أعضائها متقاعدين. جميل. هذه هي. وثانيا كما تعلمون مدينة خميس مليانة تقع على بعد 120 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة. نعم. تتوسط ولاية عين ضفلع يحدها من كل الأطراف خمس ولا ست ولايات. الله يبارك. وهي كذلك ولاية تاريخية، وعلى حسب اللي نشوف من فضلك راكم جايبيننا يعني ما شاء الله نطابلو الشهيد العقيد سي محمد بوكارة، معروف في خميس مليانة، الشهيد تاعنا ربي يرحمه ويرحم كل الشهداء ويبقي ستر على كل المجاهدين اللي بقاونا ونحن نعيش هذه الأيام اللي نستقبلوا فيها 20 أوت، هذه الأيام التاريخية اللي في تلك الآونة كانوا في هذه الأيام كانوا كامل هكذا في اجتماعات سرية من أجل ذلك المؤتمر. يعطيكم الصحة. كانوا منضمين سي محمد بوغارا وأصدقاء ورفقاء، كانوا منضمين إلى الجمعية السرية. يعطيكم الصحة. وكانوا يلتقون في ضواحي خميس مليانة، ليس في وسطها. وكان من بين الذين حضروا مؤتمر الصومال في 56. الله هذا عقيد وقائد النحيرة، قائد الولاية الرابعة، وهو غني عن التعريف واستشهد، وهي شهادة الميلاد نتاعو 1928، استشهد في 1959، كانت باقي يعني كنا في ونشم رائحة الاستقلال اللي كان بدونهم أكيد ما كناش نحن نعيش في سلم وأمان. يعني يعطيك الصحة أنك شفت لنا هذه النسمة الجميلة التاريخية وهذا التابلو اللي حقا فقط بدون تعليق، الصورة تتحدث بحد ذاتها، وروح الشهيد أحمد بوغارة متواجدة في بلاطو. صباح الخير يا جزائر، يعطيكم الصحة. شكرا. إذا نولي لك أستاذ ديس تاج الدين صحراوي باش نتحدث شوية على كل ما هو نشاطات تقوموا بها بالجمعية، وكما سبق أني قلت أنكم كلكم متقاعدين، الله يبارك عليكم، راح يكون عندكم وقت فراغ كبير للمجال التطوعي. نعم، أنا حب لاكاريير تاعي سبورتيف حبستها، ما زلت في التدريب، راني مدرب. نرجع شوية للشاهد بوغارا، يعني احنا اللي ما حضرناش للثوره وجينا من بعد، احنا من المهمات تاعنا في الجمعيه نوصلوا هذا لو سيمبول تاع خميس مليانة اللي جان اللي جاناك سي لان دي سيمبول، عندنا لي سيمبول نوصلوهم للخميس. هذه الجمعيه جات احنا كنا نقعدوا برا نحضروا المشاكل تاع الخميس، واش نقدروا نديروا، واش احنا ككل البلدان في خميس في الجزائر احنا خذينا لا ديسيزيون باه نكونوا جمعيه باه تكون في عظمة قعدنا عاد نكونوا فعالين في المجتمع ونشاركوا ونقدروا نعاونوا ونقدروا نمدوا النصيحة نمدوها. وفي من لي زوبجيكتيف تاعنا هو نديروا كومون دير سا
لا كثير يعني حملات وحملات تحسيسيه سواء على المستوى النظافه او مستوى الثقافه او الرياضه كل انواع. واكيد كان عندكم حضور قوي من خلال هذه الظروف اللي كنا عشناها. ولكن قبل ما نتحدثوا على كل النشاطات اللي كنتوا تقوموا بها من خلال هذه الظروف المشحونه اللي عشتها كغرار كل الولايات، جبتوا لنا فيديو هكذا جميل راح نرحلوا به مشاهدينا الكرام، نزوروا هذه المدينه الجميله العريقه التاريخيه الرائعه خميس مليانه من خلال صور وفيديوهات، نخلو المشاهد الكريم يستمتع بها. تفضل. شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة. على بالي أنه الفيديو صورته فقط هذا الأسبوع لأنه هي تمشي خميس مليانة فارغة أثناء الحجر والسخانة وكذلك، ولكن جبتونا شوية ريحة خميس مليانة تبارك الله اليوم، يعطيهم الصحة. حنا نعرفوا يعني خميس مليانة اللي ما زاروهاش كيكونوا في لوطوغوت ناس رايحين لألجي يفرحوا لما يكونوا قريب يوصلوا العاصمة يقول لك وراني في خميس مليانة، ولكن الأصل تاع خميس مليانة الداخل المعروفة بالتاريخ تاعها والأصالة تاعها. أستاذ عجالي يعني كنت تحكي لي في الكواليس أنها عندها هناك مدن رومانية في المدينة. هي في الأصل هذه المدينة أسست على أنقاض مدينة قديمة اللي هي أوغستا كولونا الرومانية، وبعض الأبحاث طرأ لها زميلنا واحد في معنا في الجمعية توصل أن فيها حتى آثار فينيقية في هذا. وعلاش الرومانيين اختاروا هذه المدينة هذا الموقع؟ فيها بعض الأودية بعض المنابع المائية تنحدر من جبل سكار، فيها الماء فيها الأرض الخصبة وفيها موارد الطين، المادة الطينية هذه اللي كانت يصنعوا منها القرميد والآجور. الرومانيين شافوا بلي هذا الطين فيه مادة من نوعية رفيعة. كان يدو حتى روما حتى الإيطالي يعني كانوا هذه هي فوالا. من بعدهم جاءوا خلينا باش بعجاله الفرنسيين الاستعمار الفرنسي اسس هذه المدينه الجديده تاع خميس مليانة اسسها في 1848 معناتها 18 سنه بعد الاحتلال. احنا نعرفوا بلي خميس مليانة كانت في الاستقلال باش ما نطولوش كانت عندها خمس اللي بريكاتري كما يسموهم ايه مصانع القرميد عندها مسبح عندها ملعب عندها قاعة حفلات عندها يعني منذ القدم مستها الحضارة من سنوات كثيرة لكن في هذه الأونة الأخيرة مع
السنين هذو اللي فاتوا صرا نزوح ريفي وركود في المجالات. والله أنا نعرف كثير من الشباب يروحوا بزاف لأنها خميس مليانة تتسم عندها بزاف مناطق غابية وتضاريس، تروح الناس بزاف باش دير لي بيفواك، وهذه العادة تاع الشباب تاعنا اللي راهم يسعوا باش يخلقوا هذا النوع للترفيه وللاسترخاء وكذلك للترويج كل المناطق الغابية المتواجدة عندنا في الجزائر. احنا كخميس مليانة وكغرار ولاية الوطن نتمنوا بحول الله تعالى تكون قبلة لجميع السياح من خلال كل العالم. نرجع شوية إلى الجمعية ولو سمحتم أستاذ صحراوي، بما أنكم ربما لكم أعضاء فعالين وكنتم كذلك أنتم واقفين على ساق منذ بداية الجائحة في محاربة هذا الفيروس، ما هي النشاطات اللي عرفتها جمعية مشعل خميس مليانة؟ من النشاطات الأساسية هي التعقيم في على مستوى المدينة في الأوائل، وقمنا بالنشاطات من في الجانب تاعها يكون عندها طابع تحسيسي. قمنا بعمل راح نقوم بعمل دورة في الشطرنج اللي تكون دائما لو تيم تاعها سي لو كوفيد، على معولين نديروا مسرحيات لو تيم توجور لو كوفيد، مسابقه للرسم دائما للاطفال الصغار لو تيم تاعها توجور الكوفيد. رانا دائما في 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 لو ميم سوجي تاعنا اللي هو الكوفيد، اللي هو الايام هذه هو الحاجه الاساسيه اللي نتكلموا عليها دائما. جميل. ويعني هل المتضررين تضررت بزاف خميس مليانة بالمصابين بالفيروس؟ كلش كاين ربما، لكن بنسبة قليلة يعني الحمد لله. الحمد لله مقارنة بالولايات المتحدة. نعم هي نسبة قليلة. حسنا نروح نوليو للجانب، بما أنكم تهتموا بزاف بجانب الصحة بجانب الثقافة بجانب السياحة والجانب التاريخي، على بالي أنه احنا مقبلين على 20 أوت مؤتمر الصمام، هذا الحدث التاريخي المهم، على بالي أنه عندكم نشاط لو تحدثوا لنا عليه. تفضل أستاذ عجلي. هي مبرمج في هذا أيام هذه القادمة إن شاء الله برمجنا مسابقة في الشطرنج، وأعطيناها اسم لشهيدين معزوز، هذو مش معروفين على الساحة التاريخية لمدينة الخميس. هو الهدف منه أن نسترجع الثقة بين هذه الجمعيات التي تنشط على الميدان والشباب، لأن الشباب أصبح لا يؤمن بهذه النشاطات، وحبينا ندمجوه، خاصة إحنا الهدف نتاعنا هو إدماج الشباب في النشاطات الثقافية، خاصة وأن سنستلم بعد ربما شهر وشهرين نستلم متحف جديد و تياتر كبير. سنستلم متحف جديد. جميل. يعني متحف تياتر مسرح. مسرح. مسرح جميل جديد. هذا سيثري الساحة الثقافية في خميس مليانة. وتم ما غيستوغي السينما الكواكب القديم. وعندنا قاعة حفلات قديمة لا تنشط. حبينا نفعلوا هذه النشاطات في أوساط الشباب. جميل. وندمجوهم في هذا جميل. الله يعطيكم الصحة، ربما لأنه جمعيتكم مختلفة على إضافة على هذا النشاط اللي غادي تقوموا به، هل هناك نشاطات واحدة أخرى راح تهتم بها الجمعية تاعكم؟ النشاط الأول مشاريع كمشاريع مستقبلية بإذن الله هي الجمعية بروحها مشروع، لأن الترافاي أسوسياتيف والعقلية تاع لي زاسوسياسيون شوية قليلة عند الشبان كما كان يحكي سي مصطفى. لازمنا ندمجوا في العقليه تاع لي جون تاعنا باللي لو بينيفولا لو ترافاي اسوسياتيف راهي حاجه في الفائده تاع المجتمع، وكل مجتمع اللي يحترم نفسه لازم تكون عنده جمعيات اللي تنشط بور لو بيان دو لا سوسيتي دي جون دي توت لا سوسيتي كاع اشراح شرائح المجتمع تاعنا صغار كبار كاع.
حتى المسؤولين المحليين راح يحتاجوا الجمعيات، حتى رئيس الجمهورية وتكلم على المجتمع المدني وعلى أكيد مجتمع المدني عنده أهمية كبيرة في بناء مجتمع اللي يكون يعرف مجتمع الأهداف. طبيعة الحال المجتمع المدني يلعب دائما دور في 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 ارتقاء أي دولة. ربما والله أنا سعيدة جدا أنكم ربما على بالي طريقة طويلة وبعيدة وجيتونا لبلاتو صباح الخير يا جزائر، ولكن كانت أول إطلالة لكم إعلاميا من خلال قناة التلفزيون الجزائري للتعريف بجمعيتكم. ربما في الأخير واش تقدروا تقولوا سواء من أجل هذه الجمعية ولا من أجل طموحات ومشاريع في المستقبل؟ نتمنى كل خير لهذه الجمعية وللبلاد عامة، وإن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء ونغتنم الفرصة. رئيس الجمعية وبعث لنا شكرا لكم كل الجمعية، ومن هذا فقط الواجب تاعنا نحن لا لكم وإلا بالواجب. يعطيكم الصحة وشكرا على كل المبادرات الإيجابية اللي درتوها. تفضل. احنا نداء نوجهوه للمستثمرين الخواص. احنا عندنا إمكانيات كبيرة في 5 مليانة، عندنا طاقات شبانية، عندنا ناس متحصلين على الشهادات، كاين فرص الاستثمار في هذا البلد والإطارات المحلية على المستوى الولائي أو البلدي مستعدة أن تقدم على حسب ما تكلمنا معهم. احنا عندنا تكلمنا مع كل الإدارات المتواجدة على المستوى الولائي، رانا نزوروهم يفتحون أبوابهم في كل مناسبة. إن شاء الله تكون هناك مساعدات، لأنه الخواص تكون لازم تكون عنده دور آخر ويندمج مع المجتمع المدني باش يساعد سواء كان فعل خيري وتطوعي ولا في الثقافة ولا لترويج السياحة. يعطيكم الصحة حقا على حضوركم. إذا كانت كاي إضافة أستاذ تحدثنا ربما على كل شيء الجمعية. نعم نشكركم أولا اللي سمحتوا لنا بهنا طول نظرتنا ووجهة نظرنا في أكيد على الجمعية. البلاتو نتاعكم وفي أي وقت داركم في نشاطات أخرى مرحبا بكم في أي وقت. بارك الله. يعطيكم الصحة. سلام لسكان 5 مليانة. الله يسلمك. وكل التوفيق لجمعية مشعل 5 مليانة. يعطيكم إن شاء الله تكون مشعل ضوية على المدينة وعلى الجزائر كلها. يا رب. تشرفت بكم حقا. يعطيكم الصحة. شكرا. أما أنتم مشاهدينا الكرام ما زلنا دائما متواصلين معكم وفقرة الطبخ حاضرة معنا بقوة خاصة للنساء الماكثات في البيت. يا درا الشيف وعزات مراد وشرة محضر لنا هذا الصبيحة. صباح الخير مراد. صباح الخير أختي سرين. صباح الخير مشاهدينا الكرام. اليوم مرة معكم تجور شيف مراد عويزات. اليوم رجعت عندكم إن شاء الله باش غادي نحضر لكم بمي مدلن وشوكولا، وكل واحد عنده طريقته الخاصة، وأنا عندي طريقة سهلة وسهلة جدا باش إن شاء الله غادي تجربوها وبإذن الله غادي تنجحوا فيها. يعني جايب لكم دي ميني كيك وشوكولا اللي غادي تقاوموا بهم كاع العائلات الجزائريه تبغوها، وانا جايب لكم الطريقه الخاصه تاعي اللي هي سهله بزاف، وغادي نرافقوه باذن الله تعالى غادي نرافقوها بك ميني كيك اللي فيه فواكه موسميه، وان شاء الله غادي تنال الاعجاب تاعكم باش نحضروا هادو لي ميني كيك مادلين وشوكولا. اللي قلنا ان باتر بيان سور، عندنا 3 حبات تاع بيض، وعندنا كاس تاع السكر، عندنا حوالي كاس تاع أتاي تاع الزيت، وعندنا حوالي 25 حتى 30 سنتيلتر تاع الحليب، وعندنا 2 كيسان تاع فارينة، وعندنا حوالي 20 غرام كاكاو، وعندنا كذلك شوية 20 حتى 15 حتى 20 تاع لافاني، وعندنا 2 ساشيات تاع لاليفور شيك. بسم الله نسبقوا في السكر تاعنا، وهنا نقطة اللي كي نبداو نديرو في الباتر نمشو غير بشوية، عاد نزيدو لافيتاس شوية شوية باش يطلع مليح. نفوت الحليب غير بشوية، نفوت الفارينة، أو الكاكاو نديرو في الوسط، نضيفو الكمية اللي بقات
ونضيف عليها زوج ساشيات تاع لاليفوشيميك اللي قلنا عليها. نعم. راكم باغينا شوكولا بزاف، ضيفوا له شويه شوكولا. بعد ما تحصلنا على هذا الشكل مشاهدينا، غادي نبداو نديرو لي ميني مادلان تاعنا. كاين اللي باغي يعمر بلا بوش، انا نبغي نعمرهم بلا هذه. ندخلهم ان شاء الله في كوشه 180 درجه ل 20 حتى ل 25 دقيقه. من الان جينا باش نديروا الميتشيك اللي غادي يكونباني المادلان اللي درناه توتالوغ. مقادير عندنا حوالي يطرو تاع حليب، ورا عندنا الخوخ البنان انا طيبته مع شويه تاع السكر. عندي كذلك حوالي 5 صغار قليتات صغار، عندي ملعقه كبيره تاع العسل، وعندي ملعقه كبيره تاع الكاكاو، وعندني كذلك هنا امبو تايوت يكون على حسب الرغبه تاع المشاهدين، وعندي مغرف كبيره تاع السكر. وباش نبدا ان شاء الله في كيفيه التحضير، نكبوا الاولى نديروا هذا لو فروي باش ينزمج معنا غايه في البلندر. بسم الله. أنا مشاهدينا وصفة سهلة اقتصادية. هاي لا ان شاء الله نتمنى وتجربوها. وشاهية طيبة. هذه هي الشكل النهائي المائدة تاعنا، وان شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتنال اعجابكم ان شاء الله. والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله. عويزات شيف عويزات مراد يعطيك الصحة على وصفة اليوم خفيفة دي مادلان، وهذا كان جو يعني هكذا أي واحد قاعد في المنزل، وخاصة لما كنتوا في الحجر. الآن خلاص راهي فتحوا الأماكن يعني العامة، والناس راح توحشت يعني كل مأكولات الشارع. فقط ما تنساوش كل الأمور الوقائية وشروط الوقائية من هذا المرض. بنفضلكم دائما متواصلين معكم من خلال قناة التلفزيون الجزائري قناة الأولى والقناة السادسة، وسعيدة جدا أن يكون معي شبان تبارك الله عليهم من فرقة الرحاب. إذا صباح الخير البوسري مع مصطفى. شكرا على الاستضافة أختي نسرين بالنيابة على كامل أعضاء الفرقة، ونشكر الطاقم العام على البرنامج. يعطيك الصحة. وكذلك عبد الحق بكوش، صباح مبارك. صباح الخير، أهلا بكم، شرفتوني بحضوركم. إذا فرقة الرحاب على ما كنت نسمع يعني في الكواليس، عبد الحق قديم عليكم، كنت من 2002 ثم التحقوا بكم معكم بقية الشباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة فرقة الرحاب راه متأسسة في 2000، وبالك قبل من 2000 شو بصفة رسمية بدأت نشاط تاعها في سنة 2000 على مستوى دور الشباب ومديرية الشباب والرياضة. كان عندكم نشاط. اي والله تحضرني واحد الاغنيه، مانيش عارف انا كنت يعني لما كنت عضو في الكف، ما كنتش عضو في الكشافه، ولا كنت متردد هكا. نشيد حيوا معي ارض الجزائر المباركه. كانت من الاوائل الاناشيد اللي كانت الفرقه كنت نموت على هذه الانشوده. يعني مازال لي حتى حافظ الوثيقه. احنا لما نقولوا انه دار الشباب تعد من دار الشباب والكشافه وكل هذه الهيئات الثقافيه تعد مرحله هامه بالنسبه للشاب، لانها تخليه ينشا على اسس سليمه، على حب الوطن خاصه. اصلا فرقه الرحاب هي جل الاعضاء تاعها كانوا اعضاء في الكشافه الاسلاميه الجزائريه، وخرجوا منها وأسوا فرقة مستقلة باش تمد أكثر وتتنوع في النشاطات تاعها، خاطرش الكشافة عندها بمجالات واحد أخرين أناشيد، عندهم أعمال أخرى، بصح حنا تخصصنا في الإنشاد. باش نقدروا نمدوا أكثر. طابع راقي الإنشاد. وبوسري مع مصطفى، رغم أن الوالد مايسترو في كل الوسائط الموسيقية المختلفة، بصح كيف نحييوها بالمناسبة، كيفاش مصطفى يعني خرج يعني على طريق باباه وراح اتجه للإنشاد؟ ربما يعني الشيء اللي أسعفني أن الوالد بهذا المجال الموسيقي. الحقيقة أن المجال الإنشاد هو يعني بحر واسع من الإبداع، يعني
الاستماع إليه يعني يطفي جو من الروحانية إلى قلوب المستمعين. فيعني كنت من الصبا يعني متأثر ويعني معجب بهذا المجال، ويعني فضلا عن كونه يعني يحمل رسالة هادفة، ويعني الوالدة أيضا لها الفضل أن توجهت لهذا المجال. فيعني بمناسبة مدرسة حقيقة نعم. فيعني توجهت لهذا المجال يعني بقناعة، وكنت يعني من الصبا متأثر يعني عمالقة هذا المجال. هذا هو كان سؤالي يعني مش مشايخ ربما اللي تأثرت بهم من صغر تاعك وكنت تردد الكلمة الطيبة تاعهم، سواء يعني المغاربة أو المشارقة. يعني المغاربة أمثال الأستاذ إسماعيل أحمد وعبد الرحمن بوحميلة أيضا، وبالنسبة للمشارقة يعني محمد عمران أيضا. فيعني التأثر بهم هو اللي عطاني الحافز أني ندخل في هذا المجال، ويعني يعني الرغبة أني لا جميل. حتى كل المقاطع اللي كنت سمعتها ما شاء الله عليها صوتا وحضورا وموسيقى كذلك، شحال من ألبوم الآن أو شحال من مقطوعة راكم محضرين؟ لحد الآن احنا على الفرقة بأجملها كاع ملي بدات بالك أنا في داخلين في الألبوم الثالث. جميل. ومؤخرا وعدنا واحد المشاريع إن شاء الله بإذن الله، ربع أناشيد راها قيد التحضير إن شاء الله بإذن الله غادي نوجدوا فيها بالمناسبة إن شاء الله. الله يبارك. يلا نستحقتني من الفرصة، على بالي أنه صوت مصطفى صوت جميل جيد ويعطينا هكذا ابتهال ولا استخبار ولا في هذه الصبيحة المباركة. تفضل. راح نحاول نقدم يعني كلمات في مدح ليالي الوصال يعني بطيبة من خلال هذا الابتهال. كم قضينا في حماكم من ليال تتسامى، وعشقنا فيه ربعا وقبابا. يا نجوم الليل غيبي، واترك الكون ظلاما ودعينا في هوانا نتسامى نترامى. بارك الله. صوتك جميل جدا ومريح. يعني الأنشودة تبقى دائما هذا الطابع الراقي وبكلام طيب يجعل راحة نفسانية. والله ربما في الأخير أنتم كجمعية يعني فرقة الرحاب شاركتوا ربما في مشاريع دولية ولا ما زالكم فقط في الوطن؟ فقط رحاب شاركت على المستوى الوطني. كانت عندنا مشاركات في مهرجانات وطنية سكيك داب جاية خارج الوطن مازال ان شاء الله بسام. ورانا نشوفوا ان هناك اقبال كبير انه يحبوا ينخرطوا في الفرقه وفي مجال الطابع الانشاء. اكيد الفرقه دائما تجينا طلبات باش نشاركوا، شو احنا كفرقه ما قدش نستقبلوا كاع، مي يجينا طلبات كثيره باش اللي ينضموا معنا يعني الحقيقه احنا يعني في الانشاد يعني نستقطب بهذه الاصوات يعني الشجيه. احنا مدد بنا يعني كل الاصوات الشجيه والطاقات الشابه هذه انها توجه لهذا المجال. يعني نتمنى يكون كاين دعم لها يعني في هذا المجال، لانه مجال سامي وراقي ويهدف الى يعني نشر الكلمه الهادفه يعني. ان شاء الله. الحمد لله احنا الفرقه تاعنا كانت ديجا شاركت في منشد الباهيه بوهران اللي كنا نضم هذا الشؤون الدينيه، واعضاء من الفرقه كما حميد وعثمان وعندنا حسام حبيبي تحصلوا على المراتب الاولى في الطبعه الاولى، وخونا مصطفى تحصل على المرتبه الثالثه في الطبعه الاخيره. الله يبارك ان شاء الله. وكاين اعضاء ادوا اصوات زعما جميله الحاله الفرقة راه تلمهم هنايا واللي بالنسبه للكلمات والموسيقى من يتكلف بهذا؟ انتوما يعني هذا جهد يعني شخصي من طرفكم ولا عندكم استاذ يتكلف بكتابه؟ هاك وهاك. كاين كلمات من الفرقه، بعض الكلمات اللي تكفلت بها الفرقه والالحان الفرقه، وكاين نتعامل مع شعراء واحد اخرين كما الدكتور امين مصرني دكتور في الادب العربي على مستوى جامعه الصينيه، كان كتب لنا عده اناشيد. وصادق من ولايه غليزان ثاني تعاملنا معه، شاعر صادق تعاملنا معه كتب لنا ثاني
وأربع أنشيد تعاملنا معه، وفي الألحان نتعاونوا مع أعضاء كاع نتعاونوا. الله يبارك. ربما كإضافة ربما تقدروا تقولوها، أنا ما طرحتش سؤال وحابين تضيفوها بخصوص الفرقة لأنه بقاتنا ثلاث دقائق هكا راه يقول لي المخرج. احنا نسأل الله عز وجل أنه يلهمنا ويوفقنا في هذا الدرب، يعني هو يعني درب قيم، ويعني ندعو كل يعني الفنانين أنهم يؤدوا بإخلاص وتفاني يعني حتى تكون الكلمة من القلب إلى القلب، ونرتقي يعني أكثر وأكثر بهذا المجال إن شاء الله الفني. يعني تفضل أستاذ. احنا في حقيقة نتمنى من الله عز وجل يوفقنا في هذا المجال ويثبتنا، خاش أمر صعيب مشي سهل باش تكون نكملوا فرقة ويخدموا في هذا المجال، وبالك احنا كما نقولوا رانا نتابعوا خاش ما عندناش الامكانيات اللازمه اللي كما نقولوا تخلينا تقدموا اكثر وأكثر. نعم. هذا مجهود فردي تاع اعضاء يحبوا هذا المجال، ان شاء الله ربي يوفقنا وانتم كذلك جزاكم الله خيرا، لانه ماهوش بالشيء الهين انكم تبقاو دائما صامتين، خصوصا انه مجال الانشاد اللي نعرفوه يعني هناك عسوف كثير من ناحيه الشباب، وانتم كشباب خلوق تبارك الله عليكم، راكم تسعوا انكم تنشروا رساله نبيله وايجابيه من خلال كل هذا الانتاج اللي راكم تقدموا فيها. سنلتقي في فرص اخرى ان شاء الله، اكيد راح يكون عندنا لقاء اخر بحول الله تعالى، وراح يكون عندكم ان شاء الله ظهور اخر من خلال قناه التلفزيون الجزائري، ولكن نخليها فقط مفاجاه للمشاهدين الكرام من خلال اغنيه وطنيه جميله جدا، ما راحش نحرق المفاجاه لاني انا سمعت سمعتها كلمات رائعه وراقيه تدل على حبكم لهذا الوطن واخلاصكم. الحمد لله. شكرا، نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. بارك الله، وتحيه لكل اعضاء الفرقه. يلا مسك الختام، صباح الخير يا جزائر، في يوم الجمعه سيكون اكيد مع فرقه الرحاب، تقبلوا تحياتي وتحيه كل الفريق العامل معي هذه الصبيحه، يومكم طيب ومبارك، نلتقي بكم الاسبوع القادم ان شاء الله، الى اللقاء.